أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا أرحم الراحمين يا حليم يا كريم يا أرحم الراحمين يا ظاهر يا باطن يا أرحم الراحمين يا نبيل يا دليل يا أرحم الراحمين يا هادي يا بادي يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين يا قاضي يا عادل يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه اللهم إن استغفاري
ذاك مع الإصرار لوم وتزكي الاستغفار وتزكي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك بسعة جودك ورحمتك عجز فكم تتحبب إلي يا رب وأنت الغني عني وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك وإلى رحمتك فيا من وعد فوفى فيا من وعد فوفى وأوعد فعفى وأوعد فعفى اغفر لي خطاياي واعف وارحم وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رب يا رزاق يا يا ربي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا حلالا طيبا رزقا حلالا طيبا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مخلصون لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له إلها واحدا إلها واحدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله محمد رسول الله
علي ولي الله، وصلى الله على خير خلقه ومظهر لطفه محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا حي يا قيوم، يا دائم يا رؤوف، يا رؤوف يا رحيم. أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة، فإنك لا خير فيما لا عاقبة له. بالله 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 أسألك يا ملك الملوك الأول القديم الأبدي الذي لا يزول ولا يحول، أنت الله العظيم الكافي كل شيء المحيط بكل شيء. اللهم اغفر لي وأنت خير الغافرين، وارحمني وأنت خير الراحمين، واعف عني وأنت خير العافين، وارزقني وأنت خير الرازقين، وأفضل علي وأنت خير المفضلين، وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين، ولا تخزني يوم القيامة يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. يا ولي المؤمنين، اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا حلالا طيبا بلاغا للدنيا والآخرة. آمنت بالله، صدق الله العظيم.